في يومهم العالمي أثبت شباب مصر وعيهم بأهمية استخدام حقهم الدستوري من خلال إقبالهم الكثيف على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومين وسط إحساس بالمسؤولية تجاه رفعة واستقرار الوطن. وبينما اختلفت المشاهد وتعددت الملامح الإيجابية خلال التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، برزت صورة المشاركة الشبابية لترسم لوحة مشرفة للممارسة الديمقراطية ووعيا بأهمية التعبير بحرية عن الرأي. درجات الحرارة العالية لم تمنع الشباب من النزول وتحمل مشقة الاصطفاف في طوابير للإدلاء بأصواتهم ليبعثوا برسالة واضحة بأن مصر ماضية بقوة على طريق الحرية بسواعد شبابها. الحضور الشبابي بانتخابات مجلس الشيوخ لم يقتصر على المشاركة فحسب، بل شارك الشباب متطوعين في تنظيم العملية الانتخابية بتوجيه المواطنين الوافدين على مقرات اللجان وتوعيتهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي. مشاركة شبابية بانتخابات مجلس الشيوخ أضفت حيوية على هذا الاستحقاق الانتخابي، يدفعهم شعور بالواجب نحو الوطن ووعي سياسي بأهمية المرحلة لتخرج الانتخابات بالصورة الحضارية التي اعتدنا عليها من جميع المصريين الذين شاركوا في الاستحقاقات الانتخابية الماضية وأبهروا العالم بمشاركتهم الفاعلة والإيجابية. مشاركة واجب على كل الناس، لان ده واجب على يعني ده حق دستوري. لازم كلنا نشارك، ولازم يبقى فيه مشاركة كبيرة. ما ينفعش النهاردة نبقى ده طريق احنا هنمشي عليه، ما يبقاش احنا عارفين الطريق بتاعنا ده فيه ايه ومين اللي هيبقى بيمثلنا ومين اللي هيبقى موجود. كان لازم احرص جدا على مشاركتي في انتخابات مجلس الشيوخ، لان احنا الحمد لله المرأة بشكل عام في الفترة الأخيرة دي عن زمان خدنا حقوقنا خصوصا في السياسة، فبقى لينا اسم وبقى لينا وجود. فأنا كان لازم أحرص جدا إن أنا أنزل وأشارك في انتخابات مجلس الشيوخ، لأن ده أكيد هيسعى بينا لقدام وهيقدم البلد بينا. ده واجب وطني، لازم أنا كمواطن عايش في البلد ديت أمثل وطني وأمثل الإنسان اللي هيقدر يمثلني في مجلس الشيوخ، لأن ده ذو قيمة موازية بالظبط لمجلس الشعب. وطبعا في جهود مبذولة جدا من الدولة بالحفاظ على المسافات والكمامة، ومن خلال حديثي ده أنا بوجه شكري لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستوى الراقي اللي احنا ارتقينا ليه في الانتخابات والمحافظة والخوف على شعبه. طبعا انا زي النهارده اشارك بصوتي علشان غدا لمستقبل افضل، طبعا عشان دي مشاركه دستوريه. لازم كل الشباب، بنصح كل الشباب بمحافظه بورسعيد وبالمحافظات الاخرى ان هم لازم يدلوا بصوتهم عشان يكون للشباب دور فعال في المجتمع، ان هو بيختار المرشح اللي هو عايزه اللي يمثله، المرشح اللي هو هيمثل مصر ويشرع قوانين لمصر. فطبعا الشباب والشعب بشكل عام ان هو ينزل ويشارك مشاركه مجتمعيه، مشاركه دستوريه واضحة عشان نختار المرشحين اللي يناسبوا مصر ويشرفوا مصر. احنا نازلين ان احنا نقول للشباب ونقول اللي بنوعيهم قد ايه ان الانتخابات دي مهمة جدا، وان احنا لازم ان احنا ننزل ننتخب، وان انت عشان يبقى ليك حقوق في البلد فانت لازم تدي البلد حقوقها، ومن ضمن حقوق البلد عليك ان انت تنزل وتشارك وتدلي بصوتك في الانتخابات دي. الشباب لازم يشاركوا لان احنا لازم نبني بلدنا بايدينا، وان شاء الله البلد يعني راحة لأحسن وفي تقدم. وشايفة اللجنة النهاردة في تنظيم، ويعني ما فيش اي قلق، انا داخلة اللجنة ومطمنة. كنا عارفين اهمية مجلس الشيوخ لانه يعتبر الغرفة الثانية اللي بتطلع منها التشريعات اللي الدولة بتسير عليها في القواعد بتاعتها. فالنهاردة والحمد لله ومبارح كنت انا ومجموعة من زمايلي كنا اول الناس المتصدرين للانتخابات، رحنا صوتنا باصواتنا علشان نخلي العملية الانتخابية تسير بطريقة أفضل وطريقة أحسن ويطلع نتائج أفضل للدولة، علشان نقدر نعمل فكر سياسي قائم على الشباب، والشباب هم اللي يتصدروا الصورة بعد كده. الغرفة دي مهمة جدا عشان هتدعم الديمقراطية وسن القوانين بما فيها طبعا من الكوادر في القانون وفي السياحة، وإحنا محافظة سياحية ويهمنا جدا يمثلنا في المحافظة حد بيفهم في السياحة عشان يقدر ينقل الحاجات اللي احنا محتاجينها في المحافظة. دور مجلس الشيوخ مش دور سهل، وبيأخذ الرأي فيه في المعاهدات الدولية والسلام، وبيتم الاستعانة به في صياغة القوانين المكملة للدستور. ففي الحقيقة عودة مجلس الشيوخ كغرفة تشريعية تانية هو كان قرار مناسب جدا.